الخير على كل حضراتكم في كل مكان. يوم جديد، حلقة جديدة من الستات ما يعرفوش يكذبوا. يومكم هادي ونادي يا رب، ويوم كل أم هادي ونادي وحياتها هادية ونادية، ربنا يبارك فيها وفي صحتها وفي عمرها وفي عافيتها. وبالنسبة لأمهاتنا اللي يعني توفوا، ربنا يرحمهم وإن شاء الله يعني عيدهم في الجنة بإذن الله. صباح الخير يا هبة. نبدأ بسم الله. صباح الأنوار، يومك منور وحالك طيب أنت وكل مشاهدينا وكل الجمهور والعالم كله يا رب. يوم جديد وحلقة جديدة ويوم ليه طابع مميز جدا. ربنا يبارك في عمر كل الأمهات ويرحم كل من رحل، وزي ما إيمان بتقول وزي ما كلنا بندعي بالرحمة للميت وللحي. وإن شاء الله النهاردة كل واحد يعني يبوس إيد أمه كده ويبوس راسها ويراضيها ويحتفل بيها ويسعد وينعم بيها. والنهاردة هيبقى عندنا يعني جزء كبير من حواراتنا ومن فقراتنا هتكون عن الأم. طبعا الأم قيمة عظيمة، حب غير محدود غير مشروط، عطاء ملوش أول من آخر. ربنا يسعد كل أم، وأكيد أن قدرها عند ربنا سبحانه وتعالى كبير. الأم يا جماعة هي حلقة الوصل بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت، لازم نكون جنبها، لازم نقول لها شكرا. عملت حاجة أو ما عملتش حاجة نقول لها شكرا. وإحنا كنا حاطين بوست على صفحتنا يا هبة، كنا بنسأل الناس إيه أكتر أغنية بتحبوا تسمعوها في عيد الأم وإيه هي رسالتكم لأمهاتكم. تعالوا نسمع مع بعض. من عمر ليالي لسه برضو دلوقتي بتحمل الهم ببالي. زمان سهرت وتعبت وشلت من عمر ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحمل الهم. كل سنة وكل أم طيبة. الحقيقة السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني كان ليها رسالة لكل أمهات مصر النهاردة. قالت فيها أن أمهات مصر طول الوقت قد المسؤولية، وقالت في نص رسالتها: أتقدم بالتهنئة إلى أمهات مصر في عيدهم، فالأم هي الظهر السند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أي شروط، وهي الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود. تحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية وكانت الجنة تحت أقدامها. كل عام وكل أم بخير. كمان السيدة انتصار السيسي وجهت تحية لكل السيدات في مصر، وقالت على حسابها على فيسبوك: بعد انتهاء حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية امبارح، شرفت بحضور حفل تكريم الأم المثالية المصرية 2023، وسعدت بوجودي بين نماذج نسائية ملهمة استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان. تحية اعتزاز مني لكل امرأة مصرية هي السند والعون لأبنائها وأسرتها. وكل عام وكل أمهاتنا بخير وسلام، وكل يوم وكل لحظة وحضرتك السيدة انتصار السيسي بخير، وأم وأخت وابنة لكل المصريين. والحقيقة طبعا كمان من امبارح وأصداء قرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أصدرها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية متصدرة كل العناوين. السيدات كلها الحقيقة بتعبر عن سعادتها وشكرها وامتنانها لسيادة الرئيس على دعمه المستمر للمرأة المصرية. دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة قالت في تعليقها على القرارات إن قرارات السيد رئيس الجمهورية هي هدية القيادة السياسية للمرأة المصرية في عيدها، وبتعد استكمال لنهج الإرادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية. وقالت كمان أنه قرار الرئيس السيسي بالعفو عن الغارمات قبل رمضان ده الحقيقة قرار إنساني جدا في المقام الأول، أدخل البهجة والسرور على قلوب كتير من المصريين قبل شهر رمضان ونور بيوتهم. الحقيقة فعلا يعني قرار زي ده نور البيوت المصرية اللي يعني كانت عندها مشكلة أزمة غياب الأم اللي هي نجفت البيت، رجعت نورت تاني في وسط ولادها وفي وسط عيالها.
الحقيقة يعني كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة إيمان إن الرحمة من أوسع أبواب الدخول في معية الله، ومن أوسع أبواب وأجمل أبواب العبادة. فإحنا بنحمد ربنا إن ربنا أنعم على مصر برئيس قلبه كله رحمة وجبر الخواطر، وأسعد زي ما قلت امبارح عدد كبير جدا، كل أم وكل أب من الغريمين امبارح من اللي تم الإفراج عنهم، يعني ساعد وراهم عشرات من أفراد أسرهم. صحيح. فيا رب دايما كده يعني سيادة الرئيس رحيم وكريم معنا ومع كل المصريين. كمان عجبتني قوي كان في تعليق لدكتورة مايا مرسي وقالت ان الست المصرية صحيح ان هي قوية جدا، بس مش المفروض ان هي تخاف من اي حاجة طول ما اخوها وابوها الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكل شكر والتقدير لسيادة الرئيس. الحقيقة الفترة دي كل الناس عمالة بتعيد على بعض، فالدكتور القس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بعت برقية تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقال في رسالته: بالنيابة عن نفسي وعن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعث رسالة تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، راجيا من الله أن يحفظكم ويحفظ شعبنا العظيم ويبارك بلادنا الغالية مصر، وليكن سلام على العالم أجمع. وكانت الحقيقة في رسالته تهنئة كمان لكل المؤسسات المصرية. هي دعواتنا دايما يا رب ان كل يوم وكل لحظه وكل ساعه وكل المصريين بخير، اقباط ومسلمين، كل انسان على ارض هذا الوطن يا رب بخير. ودايما يعني احنا ربنا حافظ بلدنا طول ما احنا دايما كتف في كتف، طول ما احنا كالبنيان المرصوص، وده من قديم الازل من بدايه التاريخ. فدايما يا رب محفوظين يعني بحفظ الرحمن وبوجودنا في كتف بعض. طيب نشوف بقى دلوقتي تقرير عن بنوتة ملهمة. احنا كل يوم عندنا بنات وعندنا ستات ملهمات الحقيقة، بنحاول ان احنا ننورهم كل يوم، نوريهم لحضراتكم نماذج مهمة جدا. البنوتة آيات هي حولت موهبتها في الأعمال اليدوية لمشروع منزلي ناجح رغم بساطته، وقدرت ان هي تدمج ما بين التفصيل والتطريز. بمناسبة رمضان عملت بورتريهات متطرزة جميلة جدا لأدعية وآيات قرآنية وتفاصيل خاصة برمضان، حققت أرباح كويسة، ربنا يحسن سوقها يا رب ويبارك لها، بتوفر لها دخل كويس قوي. تعالوا نشوف آيات عملت إيه ونرجع تاني نتكلم. أنا اسمي آيات محمد محمود من سوهاج، عندي 25 سنة، خريجة دفعة 2020 كلية تربية. بدأت شغلي في الهاند ميد التطريز اليدوي خصوصا من سنتين، بس طبعا الموضوع كان معايا من قبل كده بكتير. كنت شغالة فترة كبيرة في مجال الخياطة، طبعا أخدت كورسات في مجال الخياطة عشان أبدأ فيها، ما لقيتش نفسي بصراحة في الموضوع قوي. فبالصدفة جت قصادي فيديو تطريز يعني، فبدأت اللي هو الموضوع شدني، حبيت أعرف إيه التفاصيل بتاعته، إيه هي الماتيريالز والخيوط والحاجات اللي بيستخدموها في التصميم. بدأت أشتري الخامات اللي هي اللي أنا هستخدمها في مجال التطريز وكده. أول حاجة عملتها كانت لنفسي، كان اسمي. بعد كده بدأت برضو عملت حاجات لإخواتي في البيت للقرايب. أول حاجة عملتها خالص كان منديل كاتب كتاب، ده كان لابن عمتي. بعد كده الشغل عجب القرايب وعجب الناس اللي انا حواليا، فجت لي الفكره ان انا ابدا المشروع من النقطه دي، وفعلا عملت جروب على الفيس. بعد كده الموضوع بدا يكبر بشكل كبير، ما توقعتش بصراحه ان هو الموضوع هينتشر كده. اتعرفت بسرعه جدا، بدات تجي لي اوردرات من اماكن انا ما اعرفهاش، من ناس ما اعرفهاش ما تعاملتش معاها قبل كده. بمناسبة رمضان برضو حبيت أدخل شغل الخيامية مع التطريز، فدمجت ما بينهم، بقيت اشتريت قماش الخيامية في مخدات طبعا والكوشن، البنات كتيرة بتبقى محطة، دي حاجة أساسية في البيوت المصرية. فدخلت قماش الخيامية مع التطريز بتاعي، فطبعا بالقص والقماش والخياطة كله طبعا عملته بنفسي. في برضو في الماكتات اللي هو زي شغل الهلال، شغل الفوانيس برضو والحاجات زي كده، ممكن عملتها برضو بشغل ماكيتات معينة كديكور. هو أنا بدأت شغل التطريز طبعا قبل ما اتجوز بفترة كبيرة، بدأت بأهلي كلهم طبعا دعموني بشكل كبير، محدش وقف في طريقي. وكمان الفترة اللي أنا بدأت فيها شغلي كنت مخطوبة، كان برضو في دعم كبير جدا منه،
ولحد الان برضو حتى بعد ما اتجوزت لحد الان برضو بيدعمني نفسيا ومعنويا وماديا، مش متاخر معايا في اي حاجه بصراحه. حابه انصح طبعا كل بنت ان هي ما تسيبش نفسها لقعده البيت، هي ممكن تعمل مشروع شغل من البيت هي وقاعده، تبدا تشوف نفسها هي ايه الحاجه اللي هي شاطره فيها، سواء شغل يدوي سواء شغل تسويق، ايا يكن كان ايه هو الشغل، تبدا تشوف نفسها وما تسيبش نفسها لقعده البيت، لان قعده البيت وحشه جدا. ممكن تنجح وتبقى حاجه كبيره جدا انت من قعده البيت، وممكن تكبري وتطلعي برده بره بسبب بدايه بسيطه هتخليكي حاجه كبيره باذن الله بعد كده. تسلم يدك يا آيات، ربنا يبارك لك ويرزقك ويفتحها في وشك ويحسن سوقك، قولي امين لو سمعانا. يعني هي قالت ما فيش ست يا جماعه تسيب نفسها لقعده البيت. بصي هي الجمله تبدو بسيطه بس ليها معنى وليها تقل. صحيح، قعده البيت اللي هي كلها فراغ، اللي هي كلها انا مخي شغال طول الوقت في حاجات مش هتفيدني ولا هتفيد اسرتي، فبتاثر سلبيا. انما قعده البيت طبعا اللي هي بالمعنى زي امهات كتير ما هم قاعدين، وزي ايات ممكن يبقوا في البيت بس بيشتغلوا وبيطلعوا دخل كويس وبيرعوا بيتهم وبيرعوا اسرتهم، فدول برضو مجهودهم جبار طبعا. يعني النهارده ايمان كنت حاطه بوست، انا لقيتها انها فعلا احنا المفروض نقول كل سنه وكل عيد عمال امهات بخير، احنا بنبقى شغالين جوه البيت وشغالين بره البيت، والامهات كلهم على فكره كده بالفطره طالعين بكذا منظر في الحياه، ما بيستخسروش مجهودهم على فكره، ما بالعكس ده بيجوا على نفسهم الامهات كلها. انا بتكلم على الامهات يا جماعه اللي بالفطره، عشان ساعات ناس تطلع تتكلم على استثناءات، انا بتكلم على الام اللي بالفطره في العالم كله في كل الدول في كل الاديان، الام بالفطره بتيجي على نفسها وبتستخسر في نفسها عشان خاطر تسعد كل اهل بيتها واللي حواليها. فتسلم ايدك فعلا يا ايات، وشغلها مبهج ما شاء جداً الله جداً. ومفرح، ودايما الواحد لما بيبتدي خطوه ابتدي بس وربنا ايده معاك، اسعى وانا معاك، ربنا هو قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. في ساعات امهات وستات بتبقى قاعده في البيت بتراعي ولادها اطفال صغيرين مثلا، ما تقدرش تنزل تشتغل، فبتعمل بتعمل مجهود كويس وقيمه كبيره جدا. لكن وهي قاعده يعني اشغلي ايدك في حاجه، شوفي انت بتعرفي تعملي ايه، ان شاء الله تكون حاجه ما تستبسطيش حاجه وتقولي لا ويعني ده حد هياخدها مني، طب انا بعرف اعمل بس دي حاجه بسيطه يا دي حاجه عبيطه، لا ان شاء الله تكون مكرونه بشاميل، صينيه مكرونه بشاميل، والله العظيم اعملي صفحه مكرونه بشاميل على الفيسبوك والله صح، بس بتكوني بتعمليها حلو بتكوني بتتقنيها بجد. وشوف يا ستي اصل السوق والرزق ده حاجه بتاعت ربنا، ان وانتي بس ما هو ما الرزق مش هيجي خبط على باب بيتكم، يعني انت اللي بتسعي. فيعني بجد تسلم ايدك يا ايات، ونموذج ملهم حقيقي ويشرف. في كمان يا ايمان جزء كبير من الميزانيه دلوقتي موجهه للمشاريع المتناهيه الصغر، المشاريع الصغيره للمراه، امبارح اتكلموا على اعداد اكتر من 400% زياده، فحتى اللي هي ممكن تكون اللي معطلها او اللي مأخرها شويه انها بتدور على راس مال بسيط او راس مال صغير تقدم وتحاول زي ما انت قلتي كلمه حلوه قوي، قلتي ايد ربنا معاكي. ايوه صح قلتي الكلمه. أيوة دي أيوة رائعه الكلمه فعلا، اعملي اللي عليكي وقولي يا رب وتوكلي هتلاقي بركة. الدنيا بتتيسر بركه، وربنا يحسن سوق كل حد بيشتغل وبيتعب وبيسعى. نيجي بقى ونتكلم عن الستات وحكاياتهم. انا ما اعرفش الحقيقه احنا ليه النهارده بنتكلم عن الستات مع انه مش موضوعنا خالص يعني، لكن في تقرير جديد بيقول انه في صفات في موضوعنا، ما تزقيش خلاص يا مروه، موضوعنا قوي جدا خالص. طبعا احنا برنامج ستات بالاساس للاسره المصريه طبعا. دعابه منى ايه ملحق هزار، جايبه ملحق منى على بالي عشان ما جاتش النهارده، مروه سقط هزار على رايها بكره ان شاء الله. في ستات بتبقى في مشاكل في شخصيتها او في عيوب او في صفات في شخصيتها الرجاله بتقفش منها بتكرهها بتتضايق منها، في ناس بتقول وبتعبر عن ده وده كويس على فكره انه بيعبر بدل ما يقعد يشيل جوه نفسه وبعد كده تلاقيه انفجر في وشك، وفي رجاله تانية ما صامت بقى خلاص يعني هو مفوض امره ربنا سبحانه وتعالى وخلاص اهو نصيبه بقى، وده بمشكله ان هو بيبقى مع الوقت رد فعله تراكمي جدا. انواع الستات دي اللي هي اول واحده اللي هي الشكايه، اللي طول النهار والليل بتشتكي من اي حاجه في اي وقت على اي حاجه لاي حد طول ما هي ماشيه، فهي دي بتبقى الحقيقه طاقه سلبيه متحركه على قدمين منتشره في البيت كده، فهو بيحاول طول الوقت ان هو يتجنبها، والاخر ترجع تساله تقول هو انت بقى بتقعدش معايا ليه،
هو انت ليه سايبني وقاعد مع اصحابك؟ هو انت ليه عند والدتك على طول؟ هو انت هتعمل فيها نايم؟ هو الراجل هربان، انت مش فاهمه، هو هربان من كتر اللوك لوك لوك لوك، شكوى شكوى شكوى. ففكره تصدير المشاكل دي بتعمل ازمه. ده في انواع من الستات ومن الرجاله برضو، بس احنا النهارده بنتكلم على الستات. من كتر ما هي بتشتكي طول الوقت لو عندها حل بتخلق له مشكله. يعني هي مش بتلاقي مشاكل يعني توجد لها حلول، لا، هي الدنيا اللطيفه اللي ماشيه ببساطه ممكن تخلق لها مشاكل. في كمان انواع من الستات اللي برضو بيبقى يعني مرهقه شويه في الحياه او في العشره، زي الست المتسلطه اللي هي ما بتقبلش النقاش، عاوزه رايها بس هو اللي يمشي، سواء مع الزوج سواء مع الاولاد. دي بتبقى متعبه على فكره لنفسها قبل اي شيء، ومتعبه للي حواليها. لازم يبقى فيه لين على فكره في الشخصيه، وخاصه يعني شخصيه المراه بالذات ربنا خالقها يعني فيها لين، فيها عطف، فيها رحمه. التسلط ده بيقفل وبيعمل بلوك كده في العلاقات. والله بصي، في يعني مش هي مش هتبقى متسلطه قوي يعني يا هبه. بص بص. يعني هي يمكن الست مثلا عندها رؤيه، عندها طرح، عندها وجهه نظر، تطرحها بموضوعيه، بس عندها منظور معين للامور. بصي يا ماما، يا بتسميهاش تسلط، انت تعملي اللي انت عاوزاه حبيبتي، والله حبيبتي وربنا نفسك، لان انا بثق في حكمتك ورجحت على عقلك على راسي وعقلك الزين. والله انا بتكلم على الوحشين التانيين اللي بره دول. ثقتك مسؤوليه كبيره عليا والله. لا هي بصي، لو انت حتى شايفه ان هو مثلا لابس لبس غلط وانتوا خارجين رايحين مناسبه، بس ساعات بتيجي كده، طب ايه رايك لو لبست ده مع ده؟ مش هتبقى اشيك؟ مش ايه اللي انت لابسه ده؟ حد يلبس كده؟ بص، هي نفس الحاجه على فكره، بس تقلد بطريقتين مختلفين. فحتى لو انت شايفه او عندك رؤيه او عندك وجهه نظر، ما تقوليهاش بلغه تسلط، سواء تون الصوت، طريقه الكلام، لغه الجسد، لا خالص. افتكري طول الوقت ان انت ست، خلي ده حاضر معانا كده في المشهد. صحيح. كمان من نوعيه ستات اللي هي الرجاله ما بتحبهاش، اللي هي عايشه في دور الضحيه طول الوقت، دي شخصيه بيكرهها الرجاله، سواء عمل لها حاجه ما عملهاش حاجه، هي على طول مظلومه ومنكوبه ومصدومه وتعبانه وجاي عليها الزمن والدنيا دايسه على وشها، في ايه؟ في ايه بقى مالك؟ وبعدين عارفه بتبقى عامله زي ليه اللي ضربني وبكى وسبقني واشتكى. بصي، هو هي تكون عامله نصيبه وبعدين تروح لعند اهله واهلها والجيران والصحاب والمجتمع والناس، تلحق تروح تشتكي منه وتسبق. بس بصي، بعد فتره بتتقفش يعني تتعرف. بس في كمان نوعين من الستات، هو في انواع كتير على فكره، وانا برضو يعني مضطره استخدم كلمه الستات لان الدراسه دي معموله عن الستات، لكن انا بحب اعممها على الجنس البشري كله، اللي هي الانانه والمنانه. حتى دي في حديث يعني الله اعلم انا مش عارفه صحته ايه، بس هو مذكور عن سيدنا عمر، اللي هي الانانه اللي طول الوقت حتى لو هي ما شاء الله صحتها كويسه، ظهري لا، عندي صداع لا، كتفي وجعني لا، يعني اللي هي كثيره الان. والمنانه بقى طبعا اللي هي لما بتساعد او بتعمل حاجه، تقف جنب جوزها تقعد ايه تعاير بيها وتفكره، وانا عملت وانا عملت. طبعا دي صفات يا جماعه لا خلاف عليها في اي شخص بينفر اللي حواليه. اي شخص حتى لو طالب في مدرسه وطريقته مع زمايله هتلاقيه ملوش صحاب، لو زميل في الشغل وطريقته كده فيها الصفات دي ملوش حد حبه قوي، ما بالكم بقى لو اتنين عايشين مع بعض في بيت واحد؟ ده لازم يبقى فيه يعني تركيز. والله دي حاجه تخنق، دي حاجه تخنق. وبعدين هي ايه انانه، وبعدين كل شويه يا دماغي، يا ظهري، يا مفاصلي، ده هي عندنا حل من اتنين، اما ان هي فعلا تعبانه نروح للدكتور بقى نبتدي نحل بقى، او ان هي ما عندهاش حاجه، وان هي بتعمل كده مثلا ممكن تكون بتخاف من العين، بتخاف من الحسد. والله العظيم انه احنا يا جماعه اللي بننده الحاجات، اما حد يكون سليم، من تمارة ده مرض. الناس يا جماعه اللي بتقعد تقول على نفسها ان هي عيانه، قال يعني كده بتخزي العين وخايفه من نفسه ومن الحسد، بيجيها وبيحط عليها في الاخر. احنا بننادي على الحاجات، بنستدعي الطاقه السلبيه لنفسنا، مع الوقت هنمرض. فدي حاجه مش كويسه. نشوف ستات زمان حتى بتبقى تعبانه ومرهقه ولا مصدعه ولا فيها اللي فيها، مالك يا ست الكل، تقول لك لا انا كويسه حبيبي الحمد لله في نعمه الحمد لله، وهي تعبان. يعني مش لازم طول الوقت نعمل ده. وكمان في نموذج من الست اللي هي الغلطه، اللي هي لسانها طويل، اللي هي لسانها مبرد، اللي هي لسانها لازع، اللي هي بتقول الكلمه من غير ما تدوقها تشوفها حلوه حادقه مسخه ما تتقالش، بتوجع بيها اللي قدامها وتضايق بيها اللي قدامها، وساعات كمان ضميرها ما بيوجعهاش. يعني عادي جدا ان اللي قدامها ممكن يتضايق او يتاذي من كلامها، وهي شايفه ان هو ده منتهى القوه وان دي حاجه جميله خالص. صحيح. كمان النوعيه دي من الستات اللي هي بالذات الغلاطه دي، سواء يعني خدت بالها او ما خدتش بالها، هي كده كده بتخلص على علاقتها بدري بدري. يعني هي لو حد تحملها شهر مش هيتحملها التاني، ولو تحملها سنه مش هيتحملها السنه التانيه. فالنوعيات على فكره من الستات اللي احنا بنذكر مساوئهم دي، او يعني اي حد، ما نتكلمش على ستات معينه،
بنذكر العيوب دي من باب ان احنا دايما نحاسب نفسنا ونراجع نفسنا، لنكون على شفا او على وشك ان احنا يبقى من اصحاب واحد من العيوب دي، لان العيوب دي بالفعل لا يمكن تخليكي تكملي في حياه سليمه سويه صحيه. هتتاذي وهتاذي اللي حواليكي وهينتهي بيكي الامر بطولك، ما حدش هيتحمل ده، يمكن ابوكي وامك بس، الاب والام بس اللي ممكن يتحملوا الشخص بعيوبه بعبله، غير كده الباقي مش مجبرين ايا كانت درجه الحب. بتتشال على جنب. صحيح. بيتبقى المساوئ السيئه دي. طيب في بقى سؤال مهم جدا. هي الست امتى نقول عليها قويه؟ لما يعني في ستات بتبان ان هي ضعيفه قدام الناس، وفي ناس بتخبي وتداري ضعفها، وفي ست بتتظاهر بقوه، وفي ست قويه فعلا بطبيعه الحال. امتى نقول على الست دي ان دي ست قويه وان دي ست ضعيفه؟ احنا سالنا الناس وتعالوا نشوف قالوا ايه. بتشوفي هل قوة المرأة في ضعفها ولا في عدم إظهار ضعفها؟ لا ما تبينش، ما اظنش ان هي تبان ضعيفة، يعني لازم تبقى سترونج وومن جدا، وان هي تبين الجزء الايجابي اللي فيها وما تبينش ضعفها ايا يكن مين الشخص، فاوريدي ما ينفعش. حسب الشخصية وحسب الراجل، لو الست مثلا متجوزة حسب الراجل اللي بيديها الامكانية اللي هو يتعامل معاه، في عوامل كتير يعني حضرتك. لا تكون وسط يعني، تكون لينه في التعامل وتكون سهله يعني، ما تبقاش يعني طريقتها تكون كويسه برضه. لا هو في الوقت اللي احنا فيه دوت خلاص يعني ما عادش في حته ان المراه تبقى ضعيفه او جزء ضعيف او جزء ما عندوش القوه او لازم يقوى بحد تاني. لا مش كل الاوقات تبان قويه، مش كل الاوقات تبان ضعيفه. لا طبعا تبقى قويه، لازم تبان قويه علشان تعرف تاخد حقها، اذا كانت بقى ايا كان في البيت بره البيت، في تعامل شخصي، في تعامل عملي، ايا كان في اي مكان يعني. لا اكيد تبان قويه طبعا في التعاملات والعلاقات. انا بشوف ان هي تبان قويه افضل طبعا، لانه لما بتبان قويه بتقدر تحكم الامور اكتر، واللي قدامها كمان بيقدر يستوعبها بشكل اكتر. لا لازم يعني تبان يعني مش قويه يعني، الراجل هو كل في الكل يعني. يعني بتختلف من علاقه لعلاقه اكيد، فبس في النهايه المراه في الجو العام او في الوقت اللي احنا فيه او في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي لازم تبقى قوية. والله زي ما شفنا كده الست دي كائن لطيف جدا جدا. في ساعات ستات بتبقى بطبيعة الحال كأنثى أو لأن ظروفها خلتها كده، بتبقى من جوه هشة، بتبقى من جوه ضعيفة. في نوعية من الستات كشكل من أشكال الحيلة الدفاعية عشان تدافع عن نفسها وتحاول إن هي تحمي نفسها من المجتمع، أو لو هي عندها مخاوف بتتظاهر إن هي بقى السبع رجالة في بعض زي ما بيقولوا، أنا قوية يا جماعة، فتبتدي ده حيلة دفاعية، فبتلاقيها من بره ناشفة جدا وصلبة جدا، يقول لك يا فلانة دي ست قوية وهي من جوه ما فيش كلام من ده أصلا. فدي طريقة. وفي بقى واحده ست على طول الوقت عامله غلبانه وسهتانه وضعيفه والله وتعمل لك كده وبتاع، وهي بقى تلاقيها عامله 100 مصيبه، هي دي تلاقيها قويه بجد على فكره. خير الامور الوسط. ايوه انا لا بحب الشخص يعني، انا من حقي اقول انا لا بحب ولا بحبش، انا من حقي اقول رايي على فكره كمواطن طبعا. ما بحبش الست اللي طول الوقت مصدره الضعف، ولا الست اللي حتى لو ظروفها اجبرتها طول الوقت عامله فيها يعني شاويش عطيه. لازم يبقى نختار لكل مقام مقال. حتى الست القوية اللي احنا بنشوفهم حوالينا كتير ظروفهم كده، الأسرة والبيت والعيال، متحملين مسؤوليات كبيرة، لازم يبقى عندها في وقت من الأوقات المرحلة أو المساحة إن هي تفضي الطاقة السلبية ده عشان تعرف تعيش زي ما ربنا خلقها أنثى. مش معنى أنثى إنها تكون مرتبطة أو في حياتها حد، بس فكرة إن أنا ناخدهم واحدة واحدة. مثلا الشكية أو اللي هي ضعيفة طول الوقت وإن هي مصدره الشكوى وان انا جرالي وحصل لي، اولا هو الشكوى لغير الله مدله. الا لو بنتكلم بقى في حاجات رسميه، انا ببعت شكوى مثلا لجهه عمل، ببعت شديد علينا ما نسيبش حقنا. انما الشكوى لغير الله مدله ان انا طول الوقت اشيل الناس حمل وهم ان انا فيا وفيا. عندك هموم ومشاكل وحاجات شالها فوق كتافك، اسجدي على سجاده الصلاه هتقع كلها يمين وشمال. صحيح. وعن تجربه. اما بقى القوايا طول الوقت اللي هي شاويش عطيه دي، فدي كان الله في عونها وفي عون من حولها. كلنا. أيوة. والله بصوا انا بشوف ان الست دي عامله زي المحاره الجميله، المحاره اللي موجوده في البحر، من بره صلبه جدا، لو داس عليها فيل مش هيجرى لها اي حاجه، لكن هي في الاخر بتحمي الخير اللي جواها، اللؤلؤه اللي جوا الجميله، القيمه الغاليه، الكائن الرخو اللي هو الضعيف ده بتحميه، محاره حاجه جامده.
فانا شايفه ان الست تكون كده، اما ان هي تظهر انوثتها فدي ليها مكانها وليها ميعادها بالطريقه الصح، فهي هنا تبقى عملت الوزنه اللي هي بقى قالت عليها. احنا النهارده عندنا فقرات لطيفه جدا جدا عشان بيستعجلوني، عندنا ازاي هي افضل العبادات والنصايح للاستفاده من روحانيات شهر رمضان الكريم، ازاي الستات والبنات تستقبل الشهر الكريم، مع دكتوره دينا ابو الخير الداعيه الاسلاميه والواعظه بوزاره الاوقاف. بعد كده معانا فقره جميله جدا عن الترندات والتصميمات، تصميمات الازياء اللي ممكن تتناسب مع شهر رمضان وعزومات الاسره والبيت في شهر رمضان، ويكون ضيفنا فيها مصمم الازياء المصري محمود غالي. خليكم معانا، هنروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل بقيه فقرات حلقتنا النهارده من الستات ما يعرفوش يكذبوا، اوعوا تروحوا في اي حته. شركة أورجانون هي شركة رعاية صحية عالمية بتعمل على تحسين صحة المرأة على مدار حياتها، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة نظمت الشركة حفل بيسلط الضوء على أهمية الاستثمار في المرأة بداية من صحتها، لأن تحسين صحة المرأة بينعكس على قدرتها على النجاح والتألق والازدهار، ولما بتكون المرأة بصحة جيدة بتكون أكثر تمكيناً وإنتاجية. شركة أورجانون هي شركة عالمية بتضع في أهم أولوياتها صحة المرأة، ولذلك يمكن كل المجهودات اللي بتعملها شركة أورجانون عالميا هي بتدور في الأساس في نطاق صحة المرأة، أو في الاهتمام بصحة المرأة وتحسين صحة المرأة من خلال سواء أدوية جديدة أو منتجات جديدة بتساعد المرأة على الاهتمام بصحتها، ومن خلال برضو التوعية في المجتمعات لأهمية صحة المرأة على الأسرة ككل وعلى المجتمع طبعا. التحدي بتاع تمكين المرأة في مصر تحدي كبير قوي، وليه عوامل كتيرة جدا في القضية دي، فالنهاردة ان هما نتكلم على الصحة ده أساس زي ما يقولوا الكور بتاع قضية تمكين المرأة. إذا المرأة ما كانتش سليمة جسمانيا وذهنيا يبقى مش هنعرف نمكنها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مش هتكون سليمة. إيفنت النهاردة الحقيقة مهم جدا، لأن احنا بنحتفل بمناسبات كتيرة جدا خلال الشهر ده تخص المرأة، اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس، يوم المرأة المصرية 16 مارس، يوم الثلاثاء إن شاء الله عيد الأم، ودي كلها مناسبات مهمة جدا بقينا بنسعد إن احنا بنشوفها كل سنة بتتكرر وكل سنة بنحتفل بيها، بقت أعياد راسخة في قلب ووجدان الشعب المصري. المهم كمان بالنسبه لايفنت النهارده ان هو مش احتفالي فقط، لكن هو كمان هيتم الاعلان فيه عن شراكه مهمه جدا، والشراكات فيما يخص قضايا دعم وتمكين المراه مهمه جدا، لان احنا محتاجين نشتغل بشكل جماعي وبشكل في اكتر من مؤسسه بتشتغل على يعني محاربه التحديات اللي بتواجه المراه في مختلف المجالات. الست لما بتيجي تتخرج او البنت لما بتتخرج من الجامعه ممكن تشتغل سنه سنتين وبعد كده تحصل لها ظروف، تتجوز، تتخطب، تضطر ان هي تبقى متفرغه شويه، ما بتقدرش تواكب بين ان هي مثلا معاها بيبي صغير او ان هي لسه متجوزه وان هي تشتغل، فبتضطر ان هي تقعد شويه في البيت. ممكن الفتره دي تبقى بدايه من سنه وممكن تقعد لغايه 10 او 15 سنه. طيب احنا بنحاول ان احنا نخلي الستات دول يبقى عندهم فرصه يرجعوا تاني، نعملهم اكنهم حديثي تخرج، نعملهم بان هم يلا ابتدي اتعلمي اشتغلي احضري ايفنتس احضري كورسات جديده، لو عندك نقص في التكنولوجيا اتعلميه، لو عندك نقص في الانجليش معلش انت كنتي بتعملي حاجه مهمه جدا الا وانك كنتي وظيفه مثلا ام، او انت كنتي زوجه لفتره، او سافرتي مع زوجك، او حصل اي دروب لاي سبب، دايما في فرصة تانية ودايما في فرصة ان ممكن تعملي تاني وانك ممكن تشتغلي تاني. مهم قوي ان الواحد يبقى عارف ان الاستثمار في الست اهم استثمار، لان لما الواحد لما يستثمر في الست بيستثمر في الاسره، في السوسايتي، في الاقتصاد، في العالم كله. فالنهارده احنا مجتمعين كلنا عشان نشوف ازاي نقدر نامباور الستات دي واهميه الاستثمار فيهم، وازاي نقدر كلنا نشارك ان احنا نامباور الست المصريه. احنا في راحه بالي بنقدم الدعم النفسي والبدني والذهني والاقتصادي للام المصريه عشان تقدر ان هي تبقى في احسن صوره لنفسها وتقدر تدي لبقيه افراد الاسره.
فالستات عندنا الحمد لله دلوقتي بقى عندهم وعي عالي جدا لصحتهم النفسيه وصحتهم البدنيه وازاي يقدروا يرجعوا الشغل بعد الولاده وكل الحاجات دي بسبب المحتوى اللي احنا بنقدمه من خلال مقالات فيديوهات ورش عمل ايفنتس كل الحاجات تقدر تدعم المراه ان هي تقدر تتطور ويبقى عندها السكيل سيت اللي هي محتاجاها عشان تعرف تدي اكتر لاسرتها وتدي اكتر في العمل بتاعها. الأم هي الأم بطيبتها وحنيتها وعطائها وحبها والحب الأول في حياة أي إنسان. ربنا يا رب يبارك في كل أم ويبارك في صحتها وفي عمرها ويرحم كل أم. فقرتنا دي هنتكلم فيها عن ست البيت، ست الكل، نجفة البيت اللي بيجي عليها شهر رمضان الكريم كل سنة، وكل الستات والأمهات بخير. بيبقى عليها شغل البيت مجوز، عليها واجبات كتير، عليها التزامات كتير، وهي طول الوقت يا حبيبتي عايزة تسعد كل اللي حواليها، مشاغل بقى البيت ومشاغل العيال وطبعا العبادات والروحانيات في الشهر الكريم. فهنا في الحالة دي هي بتقف قدام انه مفيش أصعب من مشكلة تنظيم وقتها عشان تقدر ان هي تأدي العبادات والروحانيات اللي عليها في نفس الوقت ان هي تسعد كل الناس اللي حواليها. دي مشكلة بتقابل كل ست في رمضان، وساعات يعني كتير كمان ده بيأثر على وقت العبادة الخاص بيها وعلى قدرتها هي الست والأم على استغلال الوقت بشكل جيد. احنا هنسأل ازاي انه الست توازن ما بين شغل البيت والمتطلبات اللي عليها وما بين روحانيات ونفحات شهر رمضان عشان تطلع هي كده من الشهر مرضية وربنا سبحانه وتعالى راضي عنها بإذن الله. دكتورة دينا أبو الخير الداعية الإسلامية والواعظة بوزارة الأوقاف ضيفتنا النهاردة، منورانا ومشرفانا، مشرفانا قوي عشان أنا سعدت لما شفتها الحقيقة، لأن هي يعني رغم صغر سنها إلا أن هي قيمة كبيرة جدا جدا من العلم، وربنا يزيدك دايما كل سنة وانت طيبة. دي شهادة ليا وشكرا جدا. أنا اللي سعيدة أني مع حضراتكم النهاردة، وأكيد يعني يكون كلماتنا أتمنى أن هي تكون تصل للقلوب إن شاء الله في شهر رمضان الكريم اللي إحنا فيه. جزاكم الله خيرا، منورانا ومشرفانا، وأنا أول ما دخلت يعني على طول استغليت وجودك معنا وخدت فتوى وخدت حاجات وأسئلة. عفوا. وهنستغل ده النهاردة أن إحنا بالتأكيد هنبقى طالعين لايف وناخد أسئلة من الجمهور. بس أنا أحب طبعا أبدأ مع حضرتك بأكتر سؤال ممكن يكون بيخطر على بال ستات كتيرة أو بيقعوا فيه بالغلط. أكتر الأخطاء اللي ممكن الست تكون بتعملها في رمضان فبتأثر على عبادتها، أو الأسئلة اللي بتجيلك في الشأن ده بتكون إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، يا رب يكون شهر رمضان كده إحنا فيه إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، ويبلغنا رمضان ورمضانات يا رب كتيرة كده وإحنا إلى الله أقرب. أول أمر وأول خطأ ممكن بتعتقد إن هو شهر رمضان ده 30 يوم، هو فعلا 30 يوم وقت صغير، عايز أعبد ربنا أكبر قدر، فممكن ده يكون على حساب أمور تانية وكأنها بقت في معزل لوحدها ونسيت أن معها أفراد في البيت، زوج وأولاد وممكن قرايب وجيران، يعني انفصلت عن العالم. هو ده ينفع ولا لأ؟
هو طبيعي ان احنا عايزين يبقى لينا خلوه مع الله جل وعلا، تمام جدا، بس دايما بقول للبنات والنساء مهم قوي في رمضان حاجه مهمه بنفتقدها، ان احنا نعمل التوازن. التوازن في كل الجوانب، مش هو جانب روحي اصل. البعض بيعتقد ان انا في عباده فما ينفعش معاها اتعايش بامور حياتيه عاديه وان اعمل اي حاجه كنت بعملها قبل كده. لا، عادي جدا، هي الفكره ان اكون فاهمه بس صح، ان اوازن بين الجانب الروحي والجانب النفسي والجانب يعني العلاقه بين الزوج والاولاد وبيتي واسرتي وتفاصيل حياتي برضو بقيمها. ممكن في حاجات بتقل شويه عن الحد، لكن ما بمنعهاش، ما اقفلش على نفسي اوضه وافضل طول الليل وعندي بقى حد بيعيط، طفل مش عارفه محتاج ايه، امتحانات لمين، مشكله عند زوج. لا، مهم قوي ابقى متوازنه وابقى حاطه في دماغي ان انا مع كل حاجه انا بمشي بيها وبعملها كل خطوه بجعل ليها بقى النيه، وده المهم اللي بيفرق، انما الاعمال بالنيات. ده جمال ديننا وسعه ديننا من الله جل وعلا الواسع في كل شيء، وسع علينا في هذه الامور، ان انا ابقى في بدايه رمضان اخد النيه كده ان انا هعيش بتوازن بكل الجوانب، هحقق الجانب الروحي والجانب النفسي، مش هعذب نفسي برضو بعباده ومش هعمل حاجه انا مش قادره احسها. مهم قوي ابقى مستشعره العباده، اتدبر القران وانا بقراه، ان انا وانا بصلي ابقى حاسه بالجمال الصلاه واحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال للصلاه. اخد جنب من ده، اخد جنب من كل شيء. قرايه القران في ناس كتير بتبقى واخده الموضوع انا هختم القران كام مره بغض النظر انا هتدبر وتفكر في الايات ولا لا. دي جزئية حلوة قوي من حضرتك، هي فكرة ان انا في رمضان ما بيتكررش فعلا، عايز اعمل ختمات يعني تلاوة كتير، فممكن التدبر يقل شوية بس ما انعدمش، دي الفكرة اللي بتكلم فيها. ايوة، نعمل نشجع ختمات التجارة، وعلى فكرة بيسألوا طب ختم التجارة اكتر من ختمة ولا واحدة بس تدبر؟ هي الفكرة ما اقدرش اقول لمين انهي ليك احسن. فكرة ان انا ممكن اللي اقوله خلي عندك تدبر خلال اليوم، ما يعديش جانب من مثلا هخصص للقرآن ساعة اتنين تلاتة اربعة، حد عنده ساعة وقت وكل واحد حسب وقته برضو. صحيح. ففي حد عنده ممكن يقعد نص يوم وهو للقرآن، انا هعمل خمس ست سبع ختمات، جميل، بس اوعى تغفل عن معنى التدبر. صحيح. اوعى تغفلي حبيبتي عن التدبر، اسمع القرآن. انا في اوقات بشتغل فيها، هل وقت المطبخ وإدارة البيت ده مش محسوب؟ والله محسوب جدا عبادة، جدا جدا. هي الفكره ان ابقى فاهمه ده، ما اصرفش برده في الوقت ده، وما اصرفش في الطعام والشراب، ودي دعوه لكل. صحيح. في كل شهر احنا بنمر فيه ما يكونش عندي اسراف مبالغ فيه بالمعقول، عشان ما ارهقش على فكره الجسد ده. الجسد لو ارهق في نص اليوم في اداره البيت، طب انا هقف اصلي ازاي؟ وهجيب بقى استحضار الخشوع في الصلاه ازاي في القيام؟ صح. وهعمل ده ازاي؟ فهي فكره التوازن للجسد وللروح والجوانب التانية، ده مطلوب، ده اكتر حاجه بقولها دايما نصيحه للبنات والنساء، توازن عشان ما يكونش فيه اخطاء. طب ممكن نقول خطا تاني كده شائع للي بيصلوا في المساجد وبننبه عليه كل سنه على فكره، لو انت عندك طفل صغير، طفل رضيع، لسه كنا بنتكلم دلوقتي قبل الهوا على موضوع المسجد، ففعلا صح. كتير ندخل الصلاه، في ناس ما بتستحضرش القيام الا في الصلاه وراء يعني الإمام، إلا في المسجد. وهنقول برضو جزئية برضو بنقولها دايما، النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، على فكرة دي قاعدة، أفضل من أي مكان هتصلي فيه، أفضل من السنن كده اللي بنصليها حتى في وده الحرم، وده مش هينقص من ثوابها شيء أبدا خالص، مفيش أفضل، لا ده أفضل يعني أعلى. أعلى في الدرجات إن هي تبقى في بيتها. طيب حد يقول لي طب هو أنا كده ما صليش، أنت كده بتقول لنا ما نصليش في التراويح في المساجد؟ لا خالص، إحنا بنقول إن في أفضلية لده، يعني ما تعفريش وتجاهدي وتنزلي بدون إذن زوج مثلا وعندك أولاد محتاجينك وتعملي كل ده، أو تهمليه، معاها مثلا طفلة رضيعة حاطاه قدامها فالولد بيبكي فطبعا صوته عالي، او اطفال صغيرين قرروا ان هم يلعبوا في المسجد فبداوا ان هم يشوشوا على الناس، طبعا هم احباب الله وكل حاجه، بس بقيه الناس ممكن يكون تركيزها بعافيه فبيتسبب ده حقيقي. هي معتقده ان هي لازم يعني لازم كلنا نستحمله، احنا ساعات ممكن احنا اللي مش عارفين الولد اصلا نطلع من الصلاه رحمه باللي قاعد يعني مفطور من البكاء، المصلين بيتعذبوا، تقول له عادي ما هو متعود، لا مفيش حاجه اسمها كده، فين الرحمه بقى؟ احنا فين خلق الرحمه اصلا باولادنا؟ فهي فكره، انا هي طبعا انا عارفه ان ده حرص شديد على الصلاه وعلى انها تحضر يعني مع الامام، انا عارفه ده، بس لما نفهم بس نرجع خطوه ورا وابقى فاهمه النبي قال لنا كده وطمنا ان صلاه المراه في بيتها افضل، هبقى مطمئنه.
يبقى وهي تقدر كمان تنسق ما بين ده وما بين قراءة القرآن. يعني لو في كل ركعة قرت صفحة من المصحف الشريف وعلمت عليه كل ركعة على مدار اليوم هتقرأ عدد كويس من الصفحات على بنهاية الشهر بإذن الله تكون ختمت القرآن بتدبر وفي صلاتها وكلها، فتبقى جمعت ما بين الحسنيين ما شاء الله. ده فعلا ده بيحصل فعلا لما تبدأوا ياخدوا بالنصيحة، تقول ده أنا فعلا استشعرت إن الصلاة وأنا في البيت لقيتها أهدأ والدنيا متظبطه، ما بمشيش وهم حاسه ان انا ورايا حاجه وبفكر في صلاتي مع الامام في المسجد ان في حاجات ورايا ناقصه او مين اللي كان متضايق وانا نازله ومين اللي وراه، الدنيا بقت اهدى. ففكره ان انا افهم ديني بس صح بشكل متوازن وانظر ليه نظره وسطيه معتدله، الامر بيختلف تماما يعني. طبعا احنا هنروح لفاصل سريع وهنرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع الدكتوره دينا ابو الخير الداعيه الاسلاميه والواعظه بوزاره الاوقاف بعد فاصل. ولسه مكملين كلامنا مع دكتورة دينا أبو الخير الداعية الإسلامية والواعظة في وزارة الأوقاف، منورانا ومشرفانا والحقيقة بتجاوب على أسئلتنا بخصوص الست نجفت البيت، ست الستات، ست الكل في شهر رمضان الكريم، عايزة توازن ما بين شغل البيت والالتزامات اللي عليها وزي تسعد كل الناس اللي حواليها وفي نفس الوقت برضو يعني ساعة لربها يعني ليها روحانيات وعبادات، ازاي تعرف تعمل الوزنة يعني ما بين الاثنين؟ عايزين نساعد النجفة لا تستهلك كهرباء كتير فاللمبات تتحرق ولا تبقى مظلمة، احنا عاوزينها توسطن الامور. هو يعني استهلاك يعني تستهلك مفيش مشكله، وهنركز اكتر في الجانب طبعا الروحي. انا بس في الاول قلنا التوازن اللي البعض فهمه كان فهمه غلط، فاهم ان هم كلهم يستحملوا عشان تؤدي عباده وغفله على ان الحاجات التانية برضو عبادات، وفكره النيه بتطمني قوي ان انا كل مبدا يعني مبدا يومي بقى ببدا يومي من الفجر، ببدا يومي من بعد الظهر، حسب ما بدايه يومي انا كل ده في ميزان الحسنات. انا كل ده بقول انا مجرد ما بصحى وابدا يومي انا لله جل وعلا، وانا صايمه بعمل عبادات، وانا صايمه برتب بيتي وبقوم بشؤون بيتي ما فيش مشكله، وانا صايمه ممكن كمان افكر في اطعام غيري. ودي معنى حلو عايزه نضيفه السنه دي بقى، في دايما بقول المسلم بحس ان افضل عباده يشوفها واحسن طبعا عباداتنا كلنا بنقوم بيها، لكن في عبادات بحسها كده محتاجينها الفتره دي. عباده ايه؟ الانفاق والصدقه، محتاجينها قوي في الفترات اللي احنا فيها، محتاجين شهر رمضان نفكر في غيرنا شويه. ومحدش يخاف ابدا ومحدش يخاف فقر يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا ووعده حق وصدق. طعام الرجل وطعام الواحد يكفي اثنين، وطعام الاثنين يكفي اربعه، وفي حديث ثلاثه او اربعه. ففكره ان الانسان ما يقولش انا بس لنفسي، طبعا، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، احنا محتاجين ده، محتاجين نفعل الصدقه والانفاق، ومحدش يقول ده الوقت فيه ضيق وكذا. والله دائما الله جل وعلا يعني يقول النبي علمنا صلى الله عليه وسلم انفق يا ابن ادم ينفق عليك رب العالمين، محتاج فلوس انفق تصدق عشان يجي لك. ده حقيقي، ده حقيقي. دكتور دينا حضرتك يمكن كنت تدينا فكره على بعض ممكن مش هسميها اخطاء بس الافراط في اوقات بناخدها على حساب حاجات تانية للعباده والتعبد والصلاه وكده. انا برضو عاوزه اتكلم على الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنقع فيها في الناحيه التانية، الافراط بقى في حاجات تانية، الافراط مثلا في خروجات، الافراط في عزومات، الافراط في مش يعني هل في حاجات تانية برضو ممكن نكون بنقع فيها من حلو حكي سالتي ده؟ لا احنا مش عايزين ده كتير خالص يعني. هو في المعقول معقول قوي لك صله رحم ما احنا لا هو احنا صله رحم بس خروجات مفتوحه بدون تقييد لاسم ليها، لا هيبقى كده انا بضيع في 30 يوم، ما ينفعش ابدا. صله رحم ايوه، واطعام ايوه، وان اتجمع مع عيله كل ده جميل، بس ما افرطش فيه مش كل يوم. ودايما نصيحتي للبنات 10 ايام الاخرانيين دول امنعي العزومات فيهم، خلي كل عزوماتك في الاول براحتك، وخدي نيه على فكره صله رحم واطعام طعام وكل حاجه وادخال سرور على قلب مسلم. حطي نوايا في العمل اللي بتعمليه، مش مجرد اصل لازم النهارده اعزم فلان، اصل لازم اتعزم عند فلان، هي مش لازم ولا حاجه، هو ده انا بحط نيه ليها. طبعا النيه مهمه جداً. هي فكره العزومات هنا انا هقف عندها شويه. عايزين نقول ان العزومات مش عشان نتقل بيها على بعض، العزومات مش عشان نتباهى بيها على بعض ونزايد ونعلي على بعض، العزومات مش عشان نسوشالايز ونظهر قدام الناس وان احنا بنعزم وان احنا بنعمل، العزومات ليها اصول. العزومات تبقى ازاي، لمين، وامتى.
هي لمين؟ ما اقدرش اقول لحد لمين، لان يعني في كل حد لو ناس لو ليا قرايب يعني مثلا فرع في العيله ناس يعني بسطاء اعتقد ان هم اولى من ان انا اعزم ناس. بتقصدي ان في ناس فعلا بتبص لحد معين دون الاخر ممكن لو الوجهة النظر دي، لا لو انا بعزم حد من عيلتي يبقى هو ايه الهدف من العزومه؟ ماليش دعوه، انا مش ببص لحد بقيمه يعني. ربنا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني، ففكره لو حد بيبص بالنظره دي اكيد هو في مشكله عنده. احنا عايزين صيامنا يقبل اصلا، ففكره ان انا ده انا لسه بنتكلم على ان يبقى في صدقات وانفاق واطعام طعام لحد معانا لحد معانا ممكن يكون بعيد عننا اصلا. والاولويه للقرايب او لصله الرحم يعني، مش معقول يكون حد مثلا من العيله يعني رقيق الحال وانا رايحه بتصدق بره. اعتقد انه في ترتيب للاولويه دايما بشوف ده في الصدقه وفي الاطعام. ده زي ما حضرتك تفضلتي، وكمان في حاجه انا ممكن اقولها وتزعل مني محلات حلويات كتير قوي يعني كمان مش لازم كل مثلا ما نكون رايحين نزور حد من قرايبنا ونرايحين نزور حد، ما نغير شويه السنه دي ان احنا ناخد حاجات ممكن تبقى مفيده للبيت. ده محتاجينه بقى مفيده للبيت. ممكن ناخد لهم مجموعه من الجبن حتى لو اربع من الكيلو، ده على فكرة ناخد لهم شويه مخبوزات يعني صح. تبقى حاجات افيد للبيت نفكر قيمه واسعارها حلوه وهتبقى مفهومه انها قيمه بسعر صينيه البسبوسه وبنفس سعر صينيه الكنافه وحتى لو اكتر. والله وفعلا فكره رائعه فعلا ان احنا نغير شويه من الاطار اللي احنا ماشيين فيه، تفكير كده خارج الصندوق فعلا ونطلع بافكار مفيده للناس. الستات بقى طول الوقت عندها تانيب ضمير وجلد ذات، ده بيبقى جزء من الشخصيه بلت ان كده في الشخصيه نفسها نازله بيه كده. انا جيت على بقى احنا خلاص رمضان، احنا في نص رمضان، ايه ده رمضان قرب يخلص، لا انا ما عملتش العبادات اللي المفروض اعملها. حلو. ده انا اتسحلت مع البيت والعيال والعزومات وطلبات اللي ما بتخلصش، وده طب انا كده قصرت. طيب تأنيب الضمير وجلد الذات ده كلنا بنمر بيه لازم وهنمر بيه، بس في فرق بقى اللي احنا بنقوله في الاساس اللي احنا حطيناه الاعمال وبنيات وصلاتك في بيتك والامور اللي احنا خدناها دي مش هنعيدها تاني. بس ممكن نقول جدول اساسي كده سريع ابقى مطمنه ان انا ان شاء الله محققه الامور دي. اول حاجه النيه قبل شهر دخول شهر رمضان، نيتي ان تكون الصيام خالص لله، نيتي ان الصيام يكون اعلى مراحله. اعلى مراحله ايه؟ مش صيام اكل وعن الاكل والطعام والشراب والامور دي، لا ده صيام الجوارح عن الذنوب والمعاصي، ده صيام القلب عن اي شيء لا يرضي رب العالمين. فاخد الليفل الاعلى خالص، جروبات الواتساب واتسلى وانا صايمه بقى ايه، فاقعد اجيب في سيره ونقعد لا خالص لا لا ده كل ده بيتقنن. لا ما هو بقى فكره ان انا ابقى فاهمه متوازن، بس ما بقاش فيه اسهال في هذا الامر، لا بتقييد وبتحديد اوازن بالامور الضروريه عليا. أيوة. مش الامور اللي هي خارج عن اللي انا المفروض اكون عليه. طيب انا بالنسبه لي الصوم اخده بالنيه دي، نيه اعلى درجات الصوم صيام القلب، وده احلى وده بيخلي الروح كده بتسعد وتنشط لله جل وعلا. مهم قوي من صام رمضان ايمانا واحتسابا، احنا كلنا هنصوم، وفي حديث ثاني من قام رمضان ايمانا واحتسابا، وحديث ثالث من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاث احاديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا احبه بيوجهنا ان احنا لازم نكون في حاجه، احنا هنهلك لو ما صبناش الامور دي. ربنا عايز يغفر لينا، هيغفر لينا يا جماعه مغفره الذنوب. صمنا رمضان بالشروط اللي احنا قلناها واعلى الدرجات تمام، قمنا القيام للتراويح تمام. وهقول حاجه برضو في موضوع القيام وما هناخدهاش على باب ان انا بسهل ليكم، القيام احنا بنصلي بعد طبعا ولا ركعتين سبقتي معايا. اصل في ناس تقول طب انا مش قادر اصلي، انا في شغل، انا بطبق، مش عارفه عندي شفتات ايه او ايه، طب ممكن اخد بركعتين؟ هو ممكن قبل الفجر ركعتين من بعد العشاء لغايه الفجر كل ده، بس فكره ان احنا طول ما احنا عندنا قدره والاستطاعه ما هي لسه هناخد بقى نوتر اخر صلاتنا وتر ولا وترين في ليله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بالنسبه لي اخلي ممكن اصوم، ممكن اصلي ركعتين وربنا يفتح عليا واقدر يبقى كمان اتنين بعد شويه. لو انا مطمنه ان هصلي تاني بعد الركعتين اللي انا شايفهم قليلين بس وقتي او صحتي او كذا اسيب الوتر للاخر. لو مش ضامنه لا خلاص هات الوتر وهاتي الوتر، ولو قمت تاني صلي عادي بس ما توتريش تاني. مفيش مشكله، اصلي عادي بدل قبل الفجر. ان مش ضميرك وما تجلديش، ناخد المواضيع بهدوء، ناخد المواضيع بهدوء يعني رحمته واسعه. وفي الاول وفي الاخر انت انشغلتي بانك تعملي اللي انت عايزه تعمليه او اللي نفسك تعمليه، بس برده عشان امور تانية طول الوقت بتاخدي عليها ثواب، انك بتطعمي صايمين وبتعملي لهم اكل، انك بترتبي البيت وتراعي اولادك الصغيرين. لا كل ده ثواب في حقوق الناس، أنبي ضميرك في غلطك في حق الناس، أنبي ضميرك في الحاجات اللي هي نفسك نفسك تكون محتاجاها، لكن في الحاجات دي وتسامحي. صحيح طبعا. نورتينا واسعدتينا دكتوره دينا. شكرا خير. شكرا ليكي، وان شاء الله نتقابل في فقرات جايه ان شاء الله. يسعدني طبعا، يسعدني. شكرا لحضرتك، طيبه بالصحه والسلامه. شكرا. فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا ونشوف بقى عبايات رمضان اخبارها ايه.
مكملين حلقتنا ستات ما عرفوش يكذبوا. الحقيقه في ستات كتيره جدا بتكون عاوزه تعرف ايه الموضه في عبايات رمضان، احدث التصميمات في لبس الخروج، فطار، سحور، لمه، فرحه، عيله. طول الوقت بنحاول ان احنا ننقل لكم كل جديد عن الموضه والالوان، وخصوصا ان احنا دلوقتي عندنا ربيع وعندنا خريف، ويمكن هنتكلم عن الربيع. الربيع يعني الوان. فالحقيقه معانا النهارده واحد من اهم مصممين الازياء في مصر، محمود غالي، منورنا في استوديو ستات ما عرفوش يكذبوا. هنعرف منه حالا ايه هي احدث ترندات موضه رمضان، الخامات، الالوان، الاشكال، وتناسب كل الناس، كل لون بشره، كمان زي ما قلنا بتتزامن مع فصل الربيع. هنعرض لحضراتكم كمان دافيليه عالضيق كده، تصميمات خاصه جدا لشهر رمضان الكريم. من تصميماته الاول طبعا بنرحب بيه، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم عليك وعلى حبايبك. نورنا يا محمود، وكل سنه وانت طيب. والنهارده رسميا حتى اول يوم في عياد الربيع، دايما بنلاقي ان قفاطين رمضان الوانها ليها كده شبيهه بالربيع. بالظبط. وده يعني بيحسسني ان بقى لنا كذا سنه في مصر وفي الدول العربيه اغلبها يعني بيبقى فيه اهتمام من السيدات والبنات بالقفاطين والملابس الرمضانيه. بالظبط. ده بيصعب المنافسه شويه ما بين المصممين وبين بعض؟ لا، بيصعبها ما بين المصممين اللي هم بيشتغلوا بس في اللاين ده، في القفاطين بس، في القفاطين والحاجات والعبايات وكده. بس لكن ما بيصعبهاش ما بين الديزاينرز اللي بيعملوا الدراسز وكده. اللي هو بس موسم بس في السنه بالنسبه لهم. رمضان ده بيبقى بس انا النهارده عامل كوليكشن مختلف. يعني عامل عبايه وفي نفس الوقت ممكن يعني تقلعي العبايه تلاقي تحتيها اوت فيت كاجوال عادي. كاجوال عادي. ومستخدم تتلبس على بنطلون، تتلبس على فستان، تتلبس على جينز، تتلبس على بلوزه وبنطلون، تتلبس على جامب سوت. وكمان الاقمشه اللي استخدمتها مش الاقمشه المعتاده اللي الناس بتستخدمها في العبايات عامه. انا استخدمت الاقمشه اللي هي بتاعه الساري الهندي. يعني الالهام عندك المره دي من الساري الهندي، مستوحاه من كذا حاجه. والالوان والفلوري، الاقمشه الفلوري كده. طب لا، انت شوقتنا نشوف بقى، عايزين نشوف. يلا نشوف البنات الحلوين. الله، اللون ده الوان حلوه حبيبي. وجريئه. ده ساري، يعني ده القماشه ساري هندي. ده عباره عن عبايه مقصوصة بشكل البليزر، وتحتيها بلوزة وبنطلون حرير لونهم فوشيا من لون الوردة اللي في ال في الألوان. رائع، تحفة. هي دلوقتي هتورينا الأوتفيت اللي تحتيها. اوكي، يعني اتنين في واحد. تقدر لما توصل المكان مثلا تقدر ان هي تشيل ده. واو. حلو قوي. هي ما شاء الله كمان رشاقتها مساعداها، يعني الحديد ده برضو بيبقى عاوز حد فيه شربع كيلو زياده. حتى لو حد مليان يليق، لان هو مقصوص قصه بليزر. حتى البطانه نفسها بتاعت العبايه، او يعني مش هنسميها عبايه بقى في الحاله دي. عايز تحب تسميه ايه؟ هو شويه شبه القفطان المغربي. قفطان، يعني انا مزجت ما بين قصه القفطان المغربي مع قماشه البليزر. مع قماشه الساري. البطانه نفسها بتاعته لايقه جدا مع الاوتفيت اللي تحت. بطنت. ده نفس الاوتفيت اللي تحت بس لون تاني. لون تاني، وبرده القماشه قماشه هندي. بس مقصوصه قصه العبايه العاديه. ميزه الموضوع ان اللبس الاوتفيت اللي تحت يليق للمحجبات والغير محجبات. والغير محجبات يعني. قمه في الشياكه بصراحه، ويليق مع اي لون بشره. بالظبط. كمان يعني الالوان الكتيره بتليق مع كل الناس. البيجات فعلا بتليق مع معظم الالوان البشره. وبعدين فيها اجزاء شفافه شويه، انت سايبها مش عامل لها بطانه. مش عامل لها بطانه لان هي اوريدي كده كده مش تتلبس لوحدها، لانه الاوتفيت اللي تحت. الفوشيا سائد شويه في لون الفوشيا في العرض اللي معانا، شايفه حاجات كده من ورا الكواليس. الله، حلو قوي ده.
دي جلابية مصري. دي جلابية عادي يعني. دي عباية عادي. سيناوي على عريشي على. هي ستايل العريشي بس برضو التزيين الحاجات اللي فيها بقماش هندي. مزج الحضارات يا محمود. يعني مجمع من كل حاجة. وفي شغل على الظهر كمان، يمكن هي لما شعرها عايزين كحل شيفال لما كحك فمبينه. مبينه قوي الشغل اللي في الظهر كمان، يعني انت ما سبتش الظهر في حاله. لا يعني كل كل حاجه حطيت لها فيها حاجه. وببساطه شديده حتى الكمين مختلفين لونهم عن بعض. فجرأه محسوبه يا محمود، جرأه محسوبه. وشيك برسيد. الالوان كولرفل جدا، كل الالوان. ده برضو هندي على برضو على ستايل الكفتان المغربي شويه. طب والله انا هقول حاجه وما بهزرش وبتكلم جد، وشفت واحده صاحبتي عملتها وطلعت تحفه. يعني استوحت نوع من انواع العبايات دي زيها بالظبط من الكاشنز اللي عندها في البيت. بالظبط. عايز تغير قماش الكاشنز، راحت واخده القماش ومركباه بشكل حلو قوي زي ده. غالبا هي انت ملهم بالنسبه لها. وعملت عبايه من القماش المخدات. المخدات ايوه بالظبط. كان حلو قوي. طيب اسالي بقى، تكون دخلت على الستاير. دخلت، مش عايزه اتكلم ولا اقول اسمها. اكيد الكوشن اللي كانت عندها ممكن تكون قماشاتها هندي. هندي وسوري. والله انت اديتيني افكار دلوقتي يا هبه، انا في دماغي حاجه لو ظبطت. بس يعني ادرسي الموضوع جميله على ما تروحي هتلاقيهم مخبيين. عارف زمان كان يعني دايما عبايه او كفتان يعني اسود ابيض كحلي رمادي الوان دارك شويه، لكن الجرأه دي الحقيقه بقى لها فتره طبعا، بس يعني بالشكل ده طبعا فيها شياكه شديده جدا. حتى دلوقتي في يعني في المغرب والبحرين وتونس تلاقيهم بيغيروا في شكل العبايات بتاعتهم، شبه القفاطين وشبه شويه الحاجات بتاعه العصور العثمانيه اللي هي زي المسلسلات اللي بتتعرض دلوقتي. ابتدوا يقلدوا نفس الكاتنج بتاعتهم ونفس الحاجات ونفس الاكسسوارز. طيب احنا يا محمود هنرجع هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم نصايحك انت بقى للستات وللبنات في اللبس، لو يعني ممكن انه جمال العبايه او الكفتان او تسميها اي حاجه يظهر قوي او يتدمر تماما حسب الاوتفيت اللي تحت، فنصايحك ليها ايه بعد الفاصل؟ لسه مكملين حلقتنا ستات ما يعرفوش يكذبوا بس بيعرفوا يلبسوا كويس قوي، وخصوصا في رمضان لما تبقى في عزومه سحور فطار خروجه في لمة حلوة. الست بتحب تظهر، وخصوصا انه القفطان والعبايات اللي احنا شفناها ده بيبقى سباق في رمضان، بتحس ان في زهرة داخلة علينا. طبعا ولا ليه دعوة. في الخيام الرمضانية عامة او حتى في البيوت تلاقي كل واحدة داخلة لابسة عباية وكده، ومش يعني حتى ممكن تلاقيها لابسة مثلا عباية تحت تي شيرت وبنطلون جينز عادي جدا. هو حلو يبقى في دولاب كل ست قطعة أو اتنين لمناسبة العزومة بتاعت العيلة، هي معزومة في حتة بس مش ما توصلوش الموضوع ان هو يبقى سباق فعلا رمضاني وفي كام قفطان، لان مش هنلحق نلبسهم اصلا يعني. طب انت المزج بقى اللطيف اللي عاجبني قوي ما بين العرايشي والسيوي والمصري والمغربي والهندي ودخلنا في العثماني، فانا عايز اشوف، انا عايز اتفرج. يلا يا بنات. هي بنا. دي ايه بقى، مستوحى من ايه بقى دي يا محمود؟ دي برضو قماشتها هندي. هي حرير شوية. ايه؟ حرير شوية اعتقد. هي حرير شوية. مستوحى من الستايل العبايات البحريني شهبندر، تحس ان اسمها شهبندر. صح. بحريني. البحريني. لونها لطيف قوي كمان. تحبي الاحمر انت؟ وممكن يتحط لها حزام على فكره. تحبي الاحمر؟ تحبي الاحمر. جميله قوي.
الحزام وايه ويبقى من تحت برضو الحاجه باينه ولا مقفول خالص؟ لا مش هي اكيد مش هتتقفل غير وانتي واقفه، لكن لما تقعدي عشان كده انا عامل البناطيل نازله واسعه. انت عارف انا جه في بالي دلوقتي، طب لو واحده حامل هتلبس عادي العبايات كده ولا يعني تنصحها بايه؟ بتلبسها بس يعني انصحها لو يبقى فيها مثلا زراير كباسين علشان لو واحده حامل العبايه هتلاقيها راحت كده بقى. بالظبط. جميله قوي، حلوه قوي. ده برضو نفس قطعه اللي هي الهندي طعم بيها اللي فاتت. الدراما بتأثر على العبايات والكفتين واللبس بشكل عام ولا العكس؟ الدراما بالذات اللي هي ازاي؟ لما مثلا تتفرجي على المسلسلات اللي هي العثماني والتركي والحاجات دي والهندي والحاجات دي بتأثر هنا عندنا في الشعب المصري أكتر. هي الثقافة يعني رائعة طبعا. الثقافة رائعة. ده بقى ايه بقى؟ ده هندي برضو؟ لا ده ياباني. ده عادي، ده عامل زي الكومونو شوية. عامل زي الكومونو. ده يعني برضو خدت ستايل الكيمونو، دخلت معاه الكنار الانديان اللي هو الهندي وعملتها سودا عشان برضو ما نبقاش يعني لو واحدة مثلا مليانة وعايزة تلبس اسود تلبس واحدة يعني كده. طب انت ايه نصايحك في العموم للستات وللبنات في العبايات؟ في العبايات ان هم يعني ما يبوظوش شكلها. ما يجوش جنب ستاير. ازاي؟ ايه اللي ممكن يبوظ العبايه او الكفتة؟ ان حضرتك مثلا تلبسي عليها اكسسوارز كتير. اكسسوار مثلا مش لايق مع ستايل تطريزه العبايه. انا عن نفسي بشوف بعناية كل ما الحاجه تكون سامبل كل ما تبقى اشيك ابسط. طب الاقبال عندك على ايه اكتر في العبايات؟ الحاجات اللي هي الكالر فول بحيث انها يعني شهر في السنه والستات بتحب التغيير، ولا الالوان اللي فيها يعني متحفظه شويه؟ لا الكالرز اكتر. الالوان الساده ولا اللي داخله في بعض؟ لا ده وده. فرصه للبهجه يعني. يعني لان يعني معظم اللي بيجولي بيبقوا مثلا شباب يعني بنات صغيره، فبيبقوا عايزين الحاجات اللي هي الكالرز والحاجات اللي هي تبينهم وكده. والامهات كمان على فكره هتنبسط. والامهات اكتر لعلمك. طبعا احنا امهات اهو بننبسط جدا. ما بقاش الستات الكبار بيحبوا يلبسوا العبايات السوداء زي زمان. بيحبوا يلبسوا العبايات الملونه. طيب دلوقتي انت لما بتيجي حد ست جميله او بنوته تيجي تاخد عبايه او كفتان من عندك، بيبقى في شويه نصايح كده بتامنها عليها؟ لان انا عارفه كل قطعه انت بتعملها بيبقى لها غلاوه عندك يعني حته من افكارك ومن شغلك، فبتقول لها مثلا النصيحه تلبسي عليها مثلا تالون عالي قد كذا، الجزمه بليز تبقى جولد مثلا او سيلفر، الاكسسوار يبقى كذا، طب الحلق لو هتلبسي حلق هيبقى كذا، بتنصحها بايه؟ بنصحها زي ما حضرتك قلتي يعني التالو حسب رغبتها في الطول. في عبايه فلامينكو جوه مجنناني. فلامينكو واخده بالي. في الطول يعني بتبقى دي بتاعتها هي. يعني ده اول سؤال على فكره بساله في اي حاجه، هتلبسي تالو طوله كام عشان العبايه او الدرس ما يكعبلكيش. هو انا ملاحظه حاجه، اصلا العبايات والقفاطين بقت ترند عالمي، يعني اكبر بيوت الازياء العالميه. صحيح. والاسماء الشهيره جدا بيعملوا طول السنه عبايات. مش بس في رمضان بقوا يعملوا القفاطين والعبايات مراعاه للاذواق كمان، مش بس العرب اللي بياخدوا منهم، الاجانب كمان. طب جميل قوي كمان ان هي لو هتحط طرحه من عندها مع العبايه او القفطان تحطها هيبقى النصيحه ايه؟ بس بعد الفصل. طيب اوكي. جالك القفطان اهو يا هبه. الله مبهج. اسبانيولي. هو اول مره اشوف قفطان فلامينكو على فكره، برافو عليك. هي فلوري وفيها الفرانشيز.
وحتى السكارف اللي عليها فيها نفس الفرانشيز اللي فيها. دي حضرتك سألتيني سؤال قبل الفاصل، لو واحدة خدت منك عباية محجبة عايزة تحط عليها طرحة تحط طرحة من نفس اللون أي نقشة من في ال يعني البلو شغال، الأزرق شغال، الـ بينك شغال، وأفضل الفوشيا. الفوشيا طبعا حسب لون بشرتها برضو، يعني لو حسب لون بشرتها حطت فوشيا هتبقى تجنن عليها، لو هي شقره مثلا او بشرتها فاتحه. بس الفوشيا على فكره بيليق على معظم على كل البشرات. في واحده بيربل جميل، الله، دي اسكندراني بقى. دي اسكندراني صحيح. عاجبني قوي المزج والتنويع اللي انت عامله ما شاء الله يا محمود. كل قطعه تحسها ليها ايدنتيتي، ليها هويه مختلفه، ليها تكايه. يعني فيش حاجه متكرره. لا مش ولا واحده خدت منك عبايه وطلعت تجري دلوقتي مثلا. انا يا الاثنين طبعا. لا تسلم يا محمود، انا بهزر معاك بس ما شاء الله جميل رائعه. طب ايه النصايح العامه اللي انت بتحب تقولها للستات وللبنات وهي بتشتري العبايه او القفطان؟ هو طبعا لو عبايه مقفوله بيبقى معروف ان ايه اللي هيتلبس تحتيها، توب ومثلا واي بطانه يعني عامه. هنا خرجنا بره اطار العبايات، مش عبايه خالص. وعملت طقم يعني اللي هو بنطلون وبلوزه من الالوان الرمضانيه اللي هي بتاعت زينه رمضان. ولو مثلا واحده مش حابه تلبس الطقم على بعضه ممكن مثلا تلبس البلوزه على بنطلون ازرق رويال بلو. رويال بلو. تلبس ال او العكس او العكس بالظبط. يعني ما حبيتش ان يبقى الكوليكشن بتاع رمضان اللي هعمله يبقى كله يعني عبايات. طبعا في ناس بتحب في ناس مش بتحب العبايات. طيب النصيحه وهي يعني ما بتامنش عليها ما تحطهاش في الغساله. لو حاجه اتخبطت في الموضوع ده قبل كده. لا لو حاجه بتتغسل بطريقه معينه بوصف لها تتغسل ازاي. دي حاجه تحزن لو حطت في الغساله. دي ستايل عراقي شويه. يعني انا دخلت عملت سيرش على الانترنت على كل دوله بيلبسوا ايه بالذات الدول العربيه. حطيت بحريني وحطيت عثماني وحطيت هندي وحطيت عراقي وحطيت اسكندراني وعرايشي، ودي يعني انت عملت تنوع ما بين الثقافات. عشان كده بقول لك كل عبايه داخلة بشخصية مختلفة. وعشان أبقى مميز برضو طبعا أنت كده كده مميز يا محمود، ربنا يخليك. ده من بجد شغلك جميل، بيتكلم عنك حقيقي. واو. في تاني؟ وطبعا لو هي البنوتة لبست دي وهي محجبة ممكن إن هي تقدر، لو هي قصيرة ممكن تلبس تحتها مثلا بنطلون. والفتحات بتاعتها ممكن تلبس تحتها تتقفل. ايه اللون المناسب لو هتلبس تحتيها حاجه؟ لو هتلبس ترد تحتيها على حاجة؟ اللون المطلوب. لا نود هيبقى باين ان هو كانه جسمها. دي برضو عبايه مقصوصه، عبايه دراس. هي انا حسيتها دراس كمان اكتر. هي عبايه دراس واللي فوق مقصوص كانه بليزر. رحمة الله عليها، أنا تخيلت الدرس ده أو العباية دريس ده على رحمة الله عليها سعاد حسني، معرفش ليه. ألوان الفلوري الجميلة بالوسط اللي هو الحزام المتحدد في الوسط ده كانت. هو أنا حبيت أنوع في الكوليكشن، يعني مش يبقى كل لبس رمضان يعني كل الناس تلاقيها لابسة عبايات. بتهيألي إن تسريحة الشعر الملموم مع العبايات بتظهر جمال العباية أكتر. بتظهر العباية فعلا. وألوان الطرحة، يعني في بنات بتبقى هي مش محجبة بس هي في رمضان بتحب إن هي ترمي الطرحة كده. عشان برضه يعني مراعاة يعني للحشمة شوية. للحشمة شوية. فبترجح إيه اللون اللي ممكن يبقى حيادي يليق مع معظم ألوان العبايات؟ النود. النود البيج. النود. ده يليق مع اي بشره؟
او الكشمير. كشمير. طيب وطبعا الاسود والابيض لا اختلاف عليهم برضو. طب محمود لو انت هتختار لون انت النهارده وتقول انا شايف ان اللون ده هو اللي يكون ترند عبايات وقفاطين رمضان 2023. الاخضر. الاخضر ده طول السنه وطول ده جميل. لا الاخضر اللي هو الاخضر الاميرالد ولا الاميرالد. الاخضر الاخضر ده. الله عليك. دي كويتي بقى شكلها. صح؟ في عرض ازياء كوزموبوليتان هنا بيحصل عندنا. صحيح صحيح. هي خليجي فعلا. دي برضو ممكن يتلبس عليها لو واحده محجبه تلبس عليها طرحه حمراء او جولد او نيود. هي ما بس ما تحط لهاش حزام. ممكن يتحط لها حزام اللي هي تتفتح من الجنبين من هنا ويخش الحزام وتبقى هي من ورا نازله واسعه كده. تمام لطيفه قوي. طب في ست او بنت انت تنصحها تقولها لا انت ما تلبسيش عبايه او ما تلبسيش قفطان ده مش ليكي ما تعمليش كده؟ هو بصي هو بيليق على كل الاجسام. يعني بالنسبه للعبايات بتليق على كل الاجسام. بس في انواع عبايات زي اللي هي بتبقى زي القفاطين اللي هي مقصوصه بقصات ومكسمه من عند الوسط. في ساعات ناس بتعملها ينفع واحده عندها بطن تلبسها بتبقى معموله بطريقه الكورساج. فبتلم البطن. ده برضو شروال عبايه. صح. ده استوحيته من البنطلون بتاع الصيادين اللي هو الشروال. اللي هو الشروال اللي هو لا ليه اسم تاني الصيادين. ليه اسم البامبوتي. بامبوتي اي صيادين. ده بيتاكل الصيادين. بنطلون البامبوتي كوزيني. حلوة قوي على فكرة الفكرة. أنا بحب البنطلونات دي جدا. جميلة. وعلى فكرة القصة بتاعت البامبوتي دي قصة اللبس العرباوي. اللي هو الناس العرب بدوي. البدوي بالظبط. والناس في دهب. هي عايزة والناس في دهب بتلبس. طبعا. بس هي عايزة واحدة يعني جسمها زي كده. لا يعني عادي. لو كلبوزة شوية. لو كلبوزة شوية لا عادي لأن عادي. هو واسع. اوكي. مش هيبين حاجة. بصي بقى عشان بتحبي الهندي مش هوريك. ورمضان. في رمضان؟ في رمضان. عملت ساري هندي كان عندي رحت كلفتاه مظبطاه لرمضان. هبه ظبطت الساري الهندي عملته واخضر حلو. انت كده بتنافسي محمود. دي حلوه قوي برضو فكرتها يا محمود. على بنطلون اسود. دي بتلبس على بنطلون اسود. او جينز. او جينز. طب او جينز برضو عادي. لطيفه قوي دي. والله يتنزل بيها في رمضان. دي في رمضان وفي غير رمضان بقى وطول السنه. الشغل اللي فيها طبعا ده شغل ايه؟ شغل هاند ميد كله. هاند ميد كله. وميزه السنه دي الحاجات اللي فيها شغل اللي بقت نهار وكاجوال و عادي مش بس للسواريه. مش بس بالليل. والصيف ده في حاجات ولولي وترتر ومش عارفه ايه. لانه ترند السنه قوي. دي قوي. تلاقي بديهات عليها لولي وستراس وكده. الله لذيذه قوي دي. دي سكيرت وبلوزه. دي سكيرت انا فاكرها فستان. انا افتكرتها فستان على لا دي سكيرت وبلوزه. وبرده نفس الحكايه نقدر نلبس الجوز لوحدها على بنطلون مثلا طول السنه اشتغل معاها على جينز مثلا يشتغل حلو قوي لو الصبح. ودي على فكره قماشتها فيرزاتشي. على فكره ما وتشتغل بقولك طول السنه يعني ممكن طبعا. تلبس على بلوزه اصفر وبلوزه ازرق وبلوزه اورنج وبلوزه اوف وايت على حاجات كتير. بس اللبس لما يبقى مجرجر سيكه على الارض كده في ناس بتعتبر ان دي شياكه وفي ستات بتقولك لا طويله اصلا. لا انا بحب ابين الجزمه. انا او بتخاف تكعبل يعني برضه. هو هم بيبقوا يعني اكيد خايفين يتكعبلوا او خايفين انه تتوسخ هتمشي تجرجر في الارض. بس من الشياكه بس انت بتفضل ايه؟ يعني الطول انا بفضل ان هو يتوسخ واغسليه ويبقى شكلك شيك واليجنت. احنا بحب نوازن يبقى من قدام على بوز الجزمه ومن ورا شويه في سنه طويله لطيف برنسس ستايل كده بتبقى لطيفه قوي. بيبقى برنسس. انت نورتنا. كل سنه وانت طيب يا محمود ورمضان كريم عليك. وبجد كولكشن رائع وجميل جدا جدا. ميرسي بنات الحلوات. ايوه
ده لسه كان في حاجات ما شفناهاش كمان، ده لسه بجد تسلم ايدك. وشكرا للمودلز الحلويات، كل سنه وانتم طيبين. شكرا ليك يا محمود، رمضان كريم عليك، وميرسي جدا على الكولكشن الرائع ده. نورت يا محمود، نورتوا يا بنات. ميرسي ان انا كنت معاكم النهارده، مبسوط وكانت حلقه جميله، وكل سنه وحضراتكم طيبين. طيب نورتنا وخطوه مرسي. عزيزه كل مرسي. سنه وانت طيب. احنا كده خلصنا حلقتنا النهارده من الستات ما يعرفوش يكذبوا. نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده بكره. اوعوا تروحوا في اي حته، هنستناكم. يومكم ايه؟ يومكم ايه؟ هادي ونادي عادي. سحور بكره. خليك عادي اليوم. هادي ونادي وعادي يعني. سحور بكره ان شاء الله.